اليوم نعطي هذا البيان لأجل العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان الذي تم 23 عاما بين أربع جدران في سجون الفاشية التركية. نستنكر هذا التجريد ونستنكر كافة المؤسسات الحقوقية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بما يقوم به الفاشية التركية عبد الله أوجلان، وخاصة هذه الأيام كما يدعي الإعلام التركي بأن وضع القائد عبد الله أوجلان ليس على ما يرام، لن يوضح أوضاعه وصحته. لأجل هذا نحن الشعب الكردي والشعب العربي والشعب السرياني، كل من آمن بفلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان لن يرتاح بالهم أبدا حتى أن نعلم بأن صحة أوجلان جيدة، أو نحن نكون في الساحات حتى يتم محامي القائد أو عائلته بزيارة سجنه ومعرفته على صحته. أبو بيجي سارو أبو